دونك اسم الله انا على مستوى يعني من الولايات اللي جالس في الايران الاخيره ولايه عنابه منطقه صيدي بافتتاح هذه العياده التاسيسيه المتعلقه بالتنميه التقليديه والحرف. السادة والسيدات ممثلي وكالات الصيدلية المجرة، عن موجة الحرائق الأخيرة التي مست عدة هذه القافلة تجوب 12 بلدية لولاية قسنطينة انطلاقا من تاريخ 19 سبتمبر 2021 إلى غاية 30 سبتمبر من نفس الشهر عبر عديد البلديات لولاية قسنطينة، وأيضا والهدف منها هو نشر ثقافة التأمين العتاد وضمان سيرورة المؤسسات المصغرة. شفنا درنيرمون في الحرائق هذو كاين الناس اللي خسروا كلش، خاصة الشباب اللي راهو مدعم من طرف الوكالات الثلاث، راح اون فوا يصرى له كارثه او حريق او كارثه طبيعيه راح يخسر اولا ممتلكاته، الشركه تاعو راح تحبس، ثانيا راح يبقى مديون مع لابونك. لذلك نحثهم على حمايه نفسهم عن طريق التامين.